بالنسبة للرسالة الأولى إلى العالم، الإمام الحسين من أكبر الدعاة إلى الله، أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله. وأعتقد أن الإمام الحسين رسالته إلى العالم أن لكم ربا أطيعوه، وأن الآخرة حق، فاهتموا بمصيركم في يوم القيامة، وأن الله لا يخدع عن جنته، فاتقوه وأطيعوه وتورعوا عن محارمه. رسالته إلى العالم هي رسالة كل الأنبياء، لخصها الإمام الحسين في كربلاء. رسالته إلى المريدين، أساسا نحن حينما نأتي إلى كربلاء في أيام الأربعين، الكلمة اللي دائما تتكرر عند الجميع بالإضافة إلى كلمات أخرى هي لبيك يا حسين. لبيك في ماذا؟ لبيك يا حسين في الصلاة التي دعوت إليها وأقمتها، لبيك يا حسين في إطاعة الله، لبيك يا حسين في الأخلاق. أي إنسان إذا عنده نقطة ضعف، مثلا في مقابل المال، في مقابل الجنس، في مقابل السلطان، فرسالة الحسين إليه أن اتق الله في نقطة ضعفك. هذه واحدة. لو كنا مع الحسين سلام الله عليه في طريقه من مكة إلى كربلاء، أو افترضنا أن الإمام الحسين لم يقتل في كربلاء وإنما أقام حكم الله في الأرض، ما الذي كان يطلب من الناس؟ أن يكونوا صالحين. فإحنا نحاول أن نكون صالحين، بمعنى أن رسالة الإمام الحسين هي رسالة الصلاح، مثل ما هو قال: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الإصلاح الحقيقي إصلاح النفوس، مطلوب من عندي أن أصلح نفسي، يعني أن أزكي نفسي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هي رسالة الحسين لكل واحد من أوليائه.